صباح الخير البنات، كيف صبحتوا؟ نهاركم مبارك مسعود. المورال طالع اليوم الحمد لله. تسمحوا لي عبرت عليكم واحد اليومين ما جيتش، علاش؟ كان العيد والله الا كنت مبرزطه وكنت كي دايرين لاباس عليكم. النهار طالع اليوم مزيان الحمد لله، نهاركم مبروك. ونعاودوا عاوتاني اليوم جيتكم واحد الوصفه اللي زوينه زوينه زوينه، كلشي كيحماق عليها واللي ما كيديرهاش في العيد كتخسر شي حاجه. انا غنديرها لكم بالطريقه الطريقه ديالها الاصيليه باش كتكون. علاش عرفتوني علاش كنهضر؟ كنهضر على المروزيه. المروزيه اللي انا ما غاديش نطيبها على الطريقه التقليديه ديالها كيفاش كانوا كيطيبوها اللي كانت صغيره وانا كناكلها هكذا. كل واحد وهو هي بالافضل، هي انا كنبغي يطيبوها مع اللوز. اللوز خصو كيطيب. عندي هنا واحد 100 غرام ديال اللوز مقشر، بحال اللي قشر 100 غرام ديال الزبيب، جوج معالق ديال العسل. العسل خاصو يكون زوين، يكون نوعيه ممتازه ماشي هذاك اللي كنشريو من البواطه. انا هنايا عندي واحد نص كاس ديال زيت الزيتون، كاس ديال الماء. هنا توابل، هذو التوابل تيكونوا في كل دار. انا عندي شويه تاع المروزيه، هنا عندي شويه نص معلقه ديال البزار، عندي معلقه ديال سكينجبير، معلقه ديال السمن، عندي معلقه ديال الخرقوم، شويه ديال القرفه، نص ديال نص معلقه، وجوج عويدات ديال القرفه وسي. هنا عندي واحد جوج طومات هنا اللي حكيتهم محكوكين ولا معصورين، كل واحد شنو بغى يدير ليهم. غادي نبداو باش ما تقولوا فيا كتنكثر عليك عاوتاني بالهضره بزاف. انا غنديروا هذوك جوج ريوس ديال الثومه، معلقه ديال السمن، هنا هذوك التوابل اللي غادي نرمي كلشي مره واحده هكذا. الطريقه هذه اللي يقدر يديرها نهار ولا ليله قبل كتكون حسن، ولا غير ساعه قبل ولا جوج سوايع كل واحد. انا هنا عندي اللحم، ما قلتش لكم انا عندي هنا اللحم ديال العنقره، عندي تقريبا واحد الكيلو ديال اللحم ديال العنقره، شفتوه هو اللي كتجي به هاد المروزيه زوينه 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 زوينه. شحال هادي كانوا كيطيبوها بالشحمه حيت كانوا كيحتفظوا بها في كيتحتفظوا بها كبلا الثلاجه، كتبقى عندهم شحال وما تخافوش كاين الثلاجه. وكنخصو حنا كنطيبوها كناكلوها في نهارها، دابا ماشي ما عندناش باقي باش نخزنوا. شنو نسيت؟ نتوما عارفيني انا واش ديما متناسين. ها الملحه ديما المعلقة هكذا، هنا الملح ما عرفتش شنو بيناتنا. الطروفة هكذا انا قطعتهم رقاق، كاين اللي كيخليهم شويه غلاض. نسيت غندير باش يشربوا ديك نص كاس ديال زيت الزيتون اللي تاهي خصني نديرها هنا. انا غنغطي عليه، غادي نغطي على هادشي نخليه يشرب الطوبيل واحد تقريبا واحد نص ساعة لا اقل ولا اكثر، ما عندناش الوقت. يعني انا غنقول لكم هنا انا غندير واحد الصرف، بغيت ديروا بحالي غادي ديروا بحالي. هي اصلا ما كتسدش عليها في الكوكوط، كانت كطيب في الجميلة كبيره، كتديري عليها بالعافيه بالمهل ولا على الفاخر، وكتبقى كطيب بشويه 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 حتى كطيب على خاطر خاطر. انا اليوم غنديرها في الكوكوط، غادي نسهلوا عليها الماموريه، ما غاديش نكونوا كنفهموا اكثر من الناس ديال زمان، ولكن حنا راه في عصر الجرى. نخليها هنا تشرب هذيك العطريه وداك الشيء اللي درنا فيها، وغادي نتلاقاو باش نوريكم من بعد. دابا ملي خليناها شربات هاد الصوص، انا غنجيب واحد الكوكوط هكدا لي انا غنستفي هاديك اللحم ديالي، العافية تكون مهيلة عافاكم باش ما تسحبو. نديرها
ديها تنقليها شويه غير شويه باش بين ما تشرب ديك لاطريه وغادي نتلاقاوها. نزيد شي شويه هكذا ندير واحد الكاس واحد اخر ديال الماء حيت هاد المزيه كتبغي طيب كتبغيش تقلى كما كنقليو ولا غادي نديرها هكا ندخلها شويه طياب وغادي نتلاقاو من هنا. فهادي غادي نشد الزبيب غنفزقو في الماء تحيد منو ديك الغبره وكلشي اللي فيه. خليت واحد شويه باش يدخل الطياب شفتو. دابا غادي نديرو ليه داك اللوز من الفوق يطيب معاه يتنكه. غادي ندير هكا كلشي هادشي غادي يطيب مزيان. انا راني درت البيض كيتسلق باش تقولوا لي انا راه ما قلتش لكم درت البيض درت ربعه البيضات يتسلقوا نرجعوا ليه عاوتاني يطيب يطيب مزيان باش نديروا عليه الزبيب حتى تبقى لينا غير واحد شويه يجي قريب يدخلوا الطياب ونديروا ليه الزبيب. تقريبا كيطيب كاع عند الزبيب بزاف بالزربه كيطيب. تزيدوا الزبيب وتزيدوا دوك المعلقه ديال العسل. دابا ملي مغنقولش ليكم هانتوما شفتو هادشي كلش راه غادي يطيب. داك اللوز كيدخلو داك الطيب تيولي بحال المخ. دابا هاديك الزبيب لي انا غسلتو عندي جهد 100 غرام غنقولو كاس تاع الزبيب. دابا انا غادي ندير غندير هكذا. دابا ما غنسدش عليها في هاد غندير دوك جوج معالق ديال العسل غنخليها تشرب مزيان في هاد تشرب هاد العسل ومع الملعقة ديال الزبيب وما غنقولش لكم كيفاش هادشي. ديجا راه باش قاش نشكرو هذا بعد غنديرها على الغاز غير بشويه بوطه خليها حتى تشرب هذاك لاصوص اللي ديالها وغادي تبقى واقفه غير في ديك المريقه ديالها معسله ومخطره. وغادي نوريكم الشكل النهائي ديالها شفتوا كيفاش بوحديتها غزاله 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 غزاله. جربوها سختو المبتدئات اللي باقا ما كيعرفوش جربوها وغادي تشوفوا الطريقه كيفاش كتجي غزاله غزاله. شتو مش قاش نشكروها حيت راها شاكره راسها شتو. ايوا غنخليوها شويه غير تشرب داك شويه تاع لاصوص اللي فيها تاع البيض راه تسلق وتنسربيو بالصحة والراحة. وغادي ديالنا واجدة بالصحة والراحة وبراسنا مرفوع ما عندناش علاش نحشمو فوالا بالصحة تلاقاو من اللي غادي يطيب والله البنات. شفتو هانتوما اللي ما كتشهيش ما كتعطيكش واحد بغيتي تاكلي بعض المرات العين كتاكل قبل من الفم. انا بعدا مراسي وجبت الا شفت شي حاجه وخاطري ما بغات عيني ما عجباتهاش ما نقدرش ناكل. شوف واش كتعسل كتحمر كتعسل في هذاك جوج معالق ديال العسل اللي درنا. انا غنحط اللحم وهذاك شفتو تولى الزبدة
زبده تاع القرفه. هانتوما كيجي غزال واللحم كيجي محمر وفاي. اللحيمات ديالنا كيفاش كيجيو هوبلا. يا نورمالمون خاصني ندير البيض تاع السمان، انا ما عنديش ما لقيتوش، او تاع القرفه ما لقيتوش. نتوما بالصحه والراحه. كيفاش كيجي الطبسيل؟ كيجي غزال البنات، ما تنساونيش باللايك. تبارك الله سلام. كيفاش كيجي الطبسيل؟ كيجي كيحمق مع داك الخبيز اللي درنا، خبيز تا هو مع زوين. حيدو الهويدات ويحسو بالصحة والراحة. ما تنساوناش البنات باللايك، تبعو غير هادشي اللي قلت لكم. كتجي كتحمق كتحمق البنات، هانتوما شفتو بعلى عينيكم هذاك اللوز كيطلق واحد النكهه في داك اللحم ديال اللوز بلا ما نقليو. هذه هي الطريقه ديالها الاصيليه، اللي بغى يقلي اللوز يقليه. انا كنفضل هكا وهكا باش تعوض كطيب المروزيه. جربوا وردوا عليا البنات، ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تابونيو سيو بلي.